في إطار الحملة الوطنية اللي أطلقتها مدينة الرباط عاصمة الأنوار، مدينة نظيفة كتنظم اليوم جمعية روح المبادرة شباب التقدم، واحد المبادرة ديال نظافة الحي اللي كيساهموا فيها جميع أعضاء ديال الجمعية بما فيهم الساكنة. وهذه المبادرة هي تحسيسية باش نوعيو الناس أنهم يحاولوا يحافظوا على النظافة ديال الحي ديالهم، وباش يكون الحي ديالنا واحد الحي اللي يكون راقي خالي من النفايات وخالي من الازبال. بالنسبه للنشاط ديال هذا اليوم هذا، مشاركين فيه الناس ديال الحي اللي بدورهم حتى هما تيساهموا في هذه المبادره، ومشاركين فيها الاعضاء ديال الجمعيه. هذا النشاط هذا مساهمين فيه تقريبا جميع السكان ديال الحي اللي كما كتشوف اللي كيساهموا حتى هما بالدور ديالهم في تنقيه الحي من النفايات ومن الازبال العالقه. وكنتمنوا من الساكنة انها تكون متعاونه معنا ونعملوا جاهدين ان هذه المبادره تكرر وتكرر مثلا عده مرات، باش نبقاو نشوفوا ديما هذا الحي هذا ديما في واحد الحله اللي زوينه وتليق بالساكنه ديال حي التقدم. هذه اول مبادره لينا، بدينا بنظافه الحي، ان شاء الله باقي بزاف ديال الحملات وبزاف ديال الانشطه، بزاف ديال الحملات التطهيريه، باقي حملات تطهيريه، يعني ناقصوا بزاف ديال الحوايج. ناقصنا بالنسبه للاناره، بالنسبه للازبال، وهذا هذه اللي خلاتنا نبداو بهذه البادره. هذه كرهنا شي يكون حينا مداجي في التقدم كامل، بغينا ان شاء الله حتى الناس الاخرين اللي في الاحياء الاخرى في البلوكات الاخرى يعني يشوفوا هذه الحمله اللي درنا حنايا ويديروها هما، حتى حنا راه ابناء الحي، يعني كل واحد تهزو غير على الحي ديالو ويدير بحالنا، وما كرهناش يبقاو الاحياء كامله ديال التقدم بحال هكا. وحتى الوليدات وهذا نحاولوا نهضروا معاهم ان شاء الله، وهذا راه درنا لهم بالنسبه للدراري الصغار فين يرميو لي شيبس لا كلاص اي حاجه كلاوها وهذا الشيء. ونتمنى من اي واحد من الاحياء كامله ديال التقدم تكون ان شاء الله بحال هذا الحي هذا، نتمنوا من الساكنه كامله يشاركوا معنا وينقيو الاحياء ديالهم. هذا العمل كما قال الاخ مصطفى رئيس الجمعيه انه مستمر على مستوى حي التقدم، غيضربوا البلوكات كاملين في حمله نظافه كل اسبوع، جزاهم الله خيرا. كنشكر باسمي كممثل جماعه مقاطعه اليوسفيه، كنشكر هذه الجمعيه هذه، وكنقول للجمعيات الجاده داخل تراب مقاطعه اليوسفيه ان باب مجلس مقاطعه اليوسفيه وجماعه الرباط راه مفتوح امام جمعيه الجاده من اجل التشاركيه ومن اجل العمل لخدمه الساكنه. وهذا العمل غيستمر مع جماعه الرباط اللي دايره واحد الحمله ديال النظافه وحمله تحسيسيه على مستوى مدينه الرباط كامله. وكنقول لجمعيه الجاده، وهذا نداء نداء الرئيس ديال مقاطعه اليوسفيه، ان الجمعيه الجاده اللي بغات تشتغل في النظافه وحمله تحسيسيه ان باب مجلس مقاطعه اليوسفيه راه مفتوح. وكنشكرهم وكنشكر الساكن على التعاون ديالنا، وهذه التشاركيه هي اللي كنشيدوا حنا في المجلس على اساس ان تكون تشاركيه من اجل خدمه الساكن. والنظافه كاين حمله الصباغه، كاين حمله تحسيسيه، كاين هذا ديال التشجير، راكم شفتوا الاخ ديال التشجير ديال بالنسبه للاشجار اللي يعني كبرات بزاف وولات كتشكل واحد الاشكال على الساكنه، حتى هو كاين. كاين مستوى الاناره، حتى مستوى الاناره في الحي، يعني كاين بزاف هذا. وكاين الهدف ديالها هو انه الساكنه توعى بان النظافه راه هي المستهدفه الاولى منها، ان نظافه الحي راه كتعكس المواطن الساكن اللي كاين في الحي. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.